حرية التعبير أخي حبر على ورق، حبر على ورق، ما كيناش. سير خرج داك الناس من الحبس بقانون حرية التعبير، ما يخرجهم حتى شي واحد. حنا عندنا شوف اسكت، اللي بغى يربي ولادو. انا كنت عزري دراسي، ما نعرف شنو كاين يكون القرار ديالي، ولكن عندي كل الله عز وجل كل راعي مسؤول عن رعيته. عندي واحد الرعية بسيطة قليلة مسؤول انا عليها، خليني نربيها. لكن حرية التعبير يهضر واحد اخرين، راه سهلة، يدير الانسان 5 دراهم تكون يكسر ويخرج يهضر. هذاك اللي يهضر فيا انا يخرج يهضر على حقه هو. انا ما عنديش باش من صيفه، من وقف هذا القضيه يقول لي انت باش من صيفه تهضر على الشعب. اذا كنت منين هضرت بزاف ديال الناس خرجوا مرتبك ده الشعب، قال لك انا ما كنمثلهمش، انا غيش مكان ما كنمثلهمش. ودابا منين اعتزلت ورجعت الله وحطيت الطلبات قرقيب، الا خائن الا باع الماتش، الا سيدي راك انت دابا الوقت ما كنمثلكش. ضربتيني بالجواب المقنع، لهذا انا نرجع لله اخويا ونتكمل حدا وليداتي. واذا كان هذا الغنى هذا يجيب لي هذا الشيء هذا، انا نشد داك الشيء نخرج اخويا بغير لي قامه والنعناع باب الجامع واللي جاب الله تبارك الله. راه خصك تعرف راه كاين واحد الايادي خفيه هز داك التراك ديالنا، هذا الشيء بدون عين حتى واحد من الدراري اللي غناوه خصهم يعرفوا هذه القضيه هذه، لان كاين واحد الايادي اللي هما فريمون خوانا للوطن للوطن، وهزوا داك التراك على اساس باننا احنا انفصاليين، باننا احنا باغيين الانقلاب في البلاد، وحنا ماشي انفصاليين. انا وضحت حاجه واحده، انا وقلك الشيء اللي قلته كله كاين، الفساد كاين كاين، السرقه كاينه كاينه، المواطن مضرور مضرور، الفقر كان عيشه، انا كشي ما غيرتوش، باقي داك الشيء كاين. انا قلت حاجه واحده، قلت انني كنعترف بعاش الملك. انا ما عمري قلت في تراكاتي ما كاينش الملك. كلبهم ساديسهم راني فسرتها لك، فسرتها لهم. انا قلت لهم كاين 5 الاحزاب في اغلبيه البرلمان، واللي كيتحكم فيهم هو الكلب. يعني الشر ما عندوش علاقة بالمالك. ممكن ليش انا نمشي على انسان ما فاهمش الكوبلي ديالي كيتكتب ونمشي له على دماغه؟ انا الكوبلي اللي كنكتبه كنكتبه بالفهم ديال دماغي، ما شغليش انا كيدير يفهمه واحد اخر. ولكن ملي شفت واحد السلطة عليا بغات تفهمه بدماغها وبغات تبتز به بينا حنا، وكتفهمتيني كتبتز به الوطن بينا حنايا، لا خويا نوضح شنو كاين. انا ماشي انفصالي، وما عمر با كان فيصالي، وما عمر جدي كان فيصالي. شوف انا وصلت له دي ميساج مرارا كحكم واحد من الرعاية ديالو، وصلت له دا ميساج بان مضرورين هادي، ولكن هاد الشخي ما كيمنع ما قلتش اخي بانني انا كنكرهو، ولا انا كنقول له ما خصوش يكون، ولا انا باغي جمهوريه، ولا الشخي ما كي فهمتيني. كنظن واقيلا بانني ما خرجتش قلتها من قبل. النوبة الأولى قلت لك الله عز وجل قال لك وأطيعوا أولي الأمر منكم. الله عز وجل واش نعرفوا بحاله؟ راه هو اللي داروا مالك في الأرض، ما يمكنليش أنا نخالف أمر الله. راه مالك مالك، عاش الشعب عاش الشعب، عاش الملك راه عاش الملك، عاش الوطن راه عاش الوطن. راه مني من الناس، أنا راه ماشي انفصالي. واللي عنده شي رأي واحد آخر يخرج يعبر عليه هو، ما يحاولش أنا يحطني في الواجهة. راه فرق ما بين كتوصل الميساج الملك كتقول له راه مناش مضروري مناش مضروري، فرق ما كباغي. دابا هاد الناس هادو اللي خارجين بهاد الكونطاس وباغيين يخلقين هاد السوشالة، باغينا نخرجوا نقولوا حنا لا ما يعيش الملك اسيدي. علاش اخويا؟ عاش الملك، احب من احب كريه من كريه، عياش اسيدي مرحبا بها اخويا. الله ما عياش راه حدا ولادي ولا تسميني بن فيصل ونغرق انا اخويا. اللي ماشي عياش يخرج يقول، مش حتى شي واحد خرج اخويا، يلا ما خصش يخرج شي واحد اخي يقولها مباشره. هاد الناس اخي خصهم غير ما يبيعوا العجل لعباد الله، وما يستروا في ولاد عباد الله الحباسات. شوف انا والله زطمني شي واحد، انا والله شي واحد لزطمني، والله شي واحد بيعني العجل. انا مني من هاد الشعب كامل اللي قال الشعب كنقولها تاهي انا. انا كنشوف الشعب كامل كيعيط الله الوطن ما كثر، انا نعيطها ونقابل ولادي، واللي وصلني بالخير مرحبا، واللي وصلني بالشر راني عنده بالميرصاد. هادي الهضره اللي كاينه، والناس اللي كتبغيني راه خاصها تبغي لي الخير. انا ما نقولش كلمه لعيب، انا ما بدلتش الاقوال ديالي، مازال الدوله راجعه للور، كاين المفسدين، كاين الفساد، كاين الفقر، كاين التهميش، كاين كل شيء، ولكن انا ماشي انفصالي اخويا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.